قاسي محمد، قابل للتطبيق عندنا في المغرب تاكسي القراءة كما شفناه في العراق؟ هي مبادرة بطبيعة الحال، قطار القراءة، تي جي في القراءة، غير قابل علاش لا؟ هي لان الا ما تحققش بواحد النسبه ديال 100% غتحقق واحد النسبه ديال 20 15، علينا غتكون بدايه ايجابيه ان الناس يتعودوا يقراوا. قبل تكلمتي على امر مهم جدا، هو ان يعني الانسان خصنا، واش المغرب كنقرا واش بحال باي نسبه، المهم هو ان تولي عندنا القراءه ثقافه، خص يعني تولي شي حاجه اللي اساسيه ضروريه. نعم. بالنسبه لنا مثل هذه المبادرات من الامور اللي كتزكي هذا سميتو، كتدفع لي يعني تشجع على القراءه. نعم. وكنتعودوها.